بسم الله وعلى بركة الله. اليوم من ليندا ياسمين للطبخ راح نقدم لكم صابلين بالزبدة وصفار البيض مباشرة. إليكم المقادير: عندي هنا 250 غرام مارغرين، عندي كاس سكر ناعم، ربع صفار بيض، مبشور حبة ليمون، زوج خميرة كيميائية، وعندي فرينة. هذا بالنسبة للعجينة. للتزيين عندي مربى المشمش، عندي شيكولا للتزيين، عندي قفرات فاني وشوكو. انتي واش حبيتي خيري بين شوكو وفاني؟ انا نحب ندير شوية فاني وشوية شوكو، نخلطها هكاك مع نفتتها كاع لطبسي واحد، ما نديرش فاني وحدو ولا شوكو وحدو، ديما لازم انا نبغيها هكا مخلطة، ما نديرهاش بنوع واحد. نجوز مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله. عندي عفوا، عندي طوابع هذوما، عندي تاع الوردة، عندي كاري كاس تاع صابلي، عندي هذا ثاني اوبال، وعندي هذا اللي نقبلو في الوسط وهذا صغير. دوك نجوزو لطريقة التحضير. دوك نبدا طريقة التحضير تاع لي صابلي تاعي. بسم الله. ندير السكر مع الزبدة، نخدم مليح هكا بيدي مليح. ندخل مليح السكر والمارغرين، شي شط ستاند بيدك، تبغي تخدم بالباتر تخدم بالباتر كيف كيف. نضيف عليه 4 صفار بيض، نضيف مبشور الليمون، يعني وصفة بسيطة ما فيهاش لوازم بزاف. دوك نبدا نضيف الفارينة، ندير الفارينة، وندير زوج خميرة الحلوة، هكا ندخل الفارينة، كنزيدو الفارينة غير بشوية باش ما تجيناش العجينة يابسة.
نزيدها شويه برك هكا. نسلخصها شويه، لازمش تجي جايه وما لازمش تجينا يابسه باش تجينا الصافي تاعنا مليح. هاكا كيفاش تجي العجينة تاعنا، تقدري تشكليها كيما تحبي. دوك نخلي العجينة تاعي تريح شوية بعدا نولي ليكم ان شاء الله. بسم الله، راني وليت ليكم بعد اللي ريحت العجينة تاعي. دوك نبداو نفتحو فيها، نديرو رشة فرينة هاكا خفيفة ماشي بزاف. نديرها شقيقة بزاف، نفقد الحبات هادو. انا الطابع هذا نحيته من هذا، هذا شكل نروح نحي باش نديرها مثقوبه اللي الجهه اللي منا ما تنحش، تنحى بصعوبه بعد الحبه تخسر كاع. واللي تنحيته جاني اسهل هكا كي نحيته، وليت نستعمله هكذا طابع صغير نفقد به الحلوه تاعي هكذا. دوك نكمل العجين اللي بقالي من بعد نولي ليكم بعد ما طيب ان شاء الله.
راني وليت لكم بعد اللي طاب الصابلي تاعي، دوك نبدا ندير له في الكونفيتور، نلصقهم كاع زوج زوج هكذا. ما نديرش بزاف الكونفيتور هكا في الوسط، من بعد نزيد نعمر الثقبة هادي. دوك قسما نلصقهم برك، هكدا بعد بالبانسو ندير هكا من الطروف. ندير كاع من الطروف، ديروها في الكاوكاو هكذا. نتنى شويه هكذا، ديروها في الكاوكاو. هكا من الطرف برك، ما نوسخوش الحبة هكا منا برك، من الطروف هكا نعمروها مليح هكا بالكاوكاو. هكذا دوك ندير لهم زيكزار هاك شويه، نشبعهم هاكا شويه بالشيكولا. هاكا ونزيد نعمر، نعمرها هكا بالكونفيتور غير بالعقل. هنا الكونفيتور تقدري تزيدي له شويه ملون احمر، ولا بغيتي ديري احمر. انا نحبو هكذا باللون الطبيعي تاعو، نخليها هكذا. دوكي تنشف الحلوة تاعي ونزيد نكمل الباقي، نعاود نولي لكم باش تشوفوا الوصفة في طبق التقديم ان شاء الله. راني وليت لكم بعد اللي نشفت لي الحلوة تاعي، هاوليك الصابلي تاعي كيفاش جا الشيكولا نشفت وجاي، يعني صابلي هايل. نقسم لكم حابة تشوفوا كيفاش جا. هاوليك يذوب في الفم، هاوليك هايل. تقسم وحدها هاوليك، روعة، صاب لي في قمة الروعة ما شاء الله. دوك ويلا عجبتكم الوصفة هذه تاع لي صابلي تاوعي، ديروا لي جيم لا فيديو، وما تنساوش ابوني باش يلحقكم كل جديد.
فيديوهات حلويات العيد ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم، نتمنى تجربوها، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.